انطلقت فعاليات النسخة الثانية لملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة بتنظيم من جامعة البحرين وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جائزة تهدف على وجه التحديد إلى تحريك الطاقات الإبداعية التي تسكن عقول طلبة الجامعات المقبلين على التخرج وحثهم على البحث عن مكامن الإبداع دوما بالشكل الذي يساعدهم على الخروج بإنتاج معرفي يتم توظيفه مستقبلا بالشكل الذي يتلائم وحاجة السوق المحلي له. بعد نجاح النسخة الأولى لملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة، ها هي النسخة الثانية تجيء بقدم ثابتة تحت عنوان لنصنع الابتكار، جائزة استطاعت أن تثبت جدارتها في تحريك الطاقات الإبداعية التي تسكن عقول طلبة الجامعات المقبلين على التخرج، فهي من تحث بناة المستقبل على التميز والبحث عن مكامن الإبداع دوما، إلى جانب ما توجده من روح نشطة تهوى التنافس في الخروج بإنتاج معرفي من المؤكد أن يتم توظيفه مستقبلا بالشكل الذي يتلائم وحاجة السوق المحلي له. هذا الروح الشبابية والإبداعية أعتقد جيدة، وهذا الملتقى يمكن بيكون انطلاقة 100% متأكد بيكون رافد، وفي بعض المشاريع إذا تبنتها الدولة عن طريق هذا الملتقى 100% راح تحقق عائد جدا ممتاز وتخلق وظائف، وهذه رؤية البحرين 2030. ما يزيد على 30 مشروع تخرج تم تصفيتها للوصول إلى المراحل النهائية، قدمت من قبل طلبة وطالبات تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات ممن ينتمون لعشر جامعات حكومية وخاصة. انتقاء المشاريع المتأهلة مر عبر بوابة أدق المعايير والشروط الواجب توفرها في مشاريع التخرج التي تميزت عن غيرها لأمور عدة من أهمها تصميم، طريقة التصميم والفكرة والمدى، مدى تقييم أو مدى استخدام هذا المشروع أو المشروع المتسابق في المجتمع. مشاريع جاد بها مبتكروها من الطلاب الذين أطلقوا العنان لاختراعاتهم التي تخدم بلا شك تطور وارتقاء مخرجات التعليم بالشكل الذي ينعكس إيجابا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء لإحداث النقلة النوعية المرجوة داخل أروقة المجتمع الواحد. مشروع اللي هو براند يعني يسوي ملابس الجاهزة بس مستوحاة من الحضارات المختلفة في العالم ومأخذة من أنواع الأقمشة من الحرفة اليدوية ومطبقتها بتصميمات يعني حديثة. المشروع اسمه سمارت تراش، وهو عبارة عن سلة مهمات ذكية راح تحافظ على البيئة بالدرجة الأولى وأيضا بصحة الإنسان. مجرد إذا المواطن اشترى شيء بالكريدت كارد على طول راح ينضاف السيستم، أو إنه إذا عنده رصيد معين يقدر يصوره بالكاميرا وعلى طول البيانات تاخذ من ناخذها من الرصيد وتروح في السيستم. ان نقيس مدى الوعي الشعب البحريني في استخدام الهاتف الذكي وكيفية طريقة حمايتهم للمعلومات المخزنة داخل الجهاز. كلية عمارة هاي فكرتها ان هي بتكون بحد ذاتها لاند مارك في البحرين وبتخرج اجيال تصنع لاند ماركس في البحرين، لان هي كرافت اورينتد يعني قائمة على الابداع المعماري والشغل اليدوي. شباب موهوب ومبدع وحب تطوير لبلاده ويخدم مملكة البحرين، وأتمنى أنا كطالبة جزائرية أنه هذه المبادرات تنقل للجزائر أو تفتح على مستوى عربي أو دولي، لما لا؟ ملتقيات علمية وفعاليات طلابية تستنهض الجهود الشبابية الإبداعية وتبرز ما لديها من إمكانات تعد رافدا مهما تتماشى مع واقعية سوق العمل. صناعة الابتكار وتوطين معالمه في كيان قادة المستقبل وشباب التغيير، ما هي إلا خطوة تسير في الاتجاه الصحيح ستثبت قدرتها في تكوين جيل مدرك ومستعد لمتطلبات مرحلة ما بعد مقاعد الدراسة كشريك فاعل يدفع بعجلة اقتصاده الوطني إلى الأمام. لتلفزيون البحرين، محمد رشادة.